الرحمن الرحيم من ايات الاحكام قوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالا او ركبانا هذه الآية الكريمة فيها أكثر من موضع يستدل به على حكم، الأول الأمر بالمحافظة، حافظوا على الصلوات، الصلوات جمع يعني كل الصلوات يلزمكم أن تحافظوا عليها المحافظة على الشيء قد تعطي معنى الاهتمام به الاهتمام بحفظه بلا تشبيه كمثال عادي واحد يسافر الاغراض العاديه يحطها بالحقائب اللي تروح داخل الطائرة وعنده كثيرا ما حقيبة صغيرة شايلها بيدة سألوه هذه شنو يقول هذه بيها الجوازات بيها المستندات زين كان حطيتها ويا الاغراض يقول لا شلون احطها ويا الاغراض هذي مو مأمونة والله ضاعت الاغراض ما وصلت هذه مهمة داير باله عليها يحافظ عليها يوصي يقول له شوف تروح فلان مكان هذه الشغلة حافظ عليها دير بالك الصلوات الإنسان ي... لابد أن يحافظ عليها زين شنو يعني يحافظ عليها يعني لا يخليها تروح منه حافظ على الشيء يعني لا يخليه يضيع منه يذهب هذا تاره يكون بعد فعليه التكليف وتاره قبل الفعليه فعليه التكليف اذا دخل الوقت مثلا صار الظهر جاء التكليف بصلاه الظهر صار المغرب جاء التكليف بصلاه المغرب لا يتهاون قد يكون يروح ينشغل بامور اللي ممكن ينسى الصلاه هذا خلاف المحافظه عليها والتكليف صار فعلي الان هو مامور بالعمل اذا صار اهمال عدم اعتناء بحيث نسيها هذا قد يستحق العقاب لان التكليف صار فعلي واهمل ومره لا التكليف بعده مو داخل الوقت ما صار فعلي قبل ما يصير الفجر يقول أروح أنام زين ممكن ياخذك النوم إلى أن تطلع الشمس يقول أنا الآن غير مكلف التكليف ما صار فعليا الوقت ما دخل هذا يجوز؟ بعض العلماء قايلين إيه يجوز الآن التكليف ما صار فعلي ينام يقول انا انام اشوف اذا احسست قبل طلوع الشمس اصلي واذا فاتتني الصلاه اقضيها هناك راي في الفقه بانه يجوز وهذا راي السيد الخوي رحمه الله زين مو لازم يحط له منبه يكلف شخصا بأن يوقظ له يقول أنا الآن التكليف ما جاني أنام ونشوف شو يصير ربما أستيقظ ربما ما أستيقظ هذا قد واحد يقول ما حافظ على الصلاة الجواب على هالرأي الصلاه بعدها ما جاء التكليف بها يقول ما دام ما في تكليف انا لماذا احافظ على شيء لا تكليف به هناك راي اخر للسيد السيستاني انه لا يكون يشوف له طريقه ليستيقظ يحط منبه يكلف شخص بأن يوقظه ربما يكون وجه هذا القول تنفيذ هذا الأمر حافظوا على الصلوات إذا ما رتب أمره لا يصدق عليه أنه حافظ الآن بعد هذه حسب رأي الفقيه فقيه يقول ما دام التكليف مو جاي أنا لست ملزماً بالمحافظة على شيء لا تكليف فيه. فقيه اخر يقول لا هذا خلاف المحافظة اذا لم افعل لم ارتب امري خالفت هذا الامر الاحوط ان الانسان اذا خاف ان يفوته الفرض وما راح يقوم يصلي يرتب أمراً يحط له منبه يوصي شخصا بايقاظه زين السؤال <applause> انه الايه الكريمه مطلقه حافظوا على الصلوات الا يشمل هذا غير الفرائض اليوميه الواجبات الصلوات الواجبه الاخرى مثل صلاه الايات مثل صلاة الطواف المفروض يشمل هذه هم أيضا الإنسان يكون يحافظ عليها الشمس انكسفت الآن يقولوا له قوم صلي يقول ما عدنا عجلة خلي نتغدى ونخلص ونشرب شاي وبعدين نقوم نصلي ممكن يروح الكسوف ينجلي وتفوت الصلاة يعني ما نريد نخصصها بالفرائض اليومية زين هل تشمل النوافل إذا قلنا الأمر يدل على الوجوب النوافل ليست واجبة فلا يشملها الأمر إذا قلنا الأمر هو لمطلق الطلب طلب الفعل ممكن أن يشمل النوافل مطلوب أن الإنسان يحافظ هم على الفرائض وعلى النوافل زين حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى يتبين هناك صلاه لها ميزه هي هذه هم صلاه الصلاه الوسطى ايضا صلاه دخلت ضمن العموم الصلوات ليش ميزت لما ذكرت بالخصوص لان لها يفترض لها وضعا خاصة هذا يعبرون عنه بالتخصيص بعد التعميم وتصير كثيرا ما حتى بالتعابير اللي احنا نستعملها يقول له روح مثلا اعزم قرايبنا ادعهم على الغداء واعزم فلان يجيب اسم واحد اخوي اعزم اخوي يقول له انت قلت لي اعزم قرايبنا واخوك كم واحد منهم يقول ادري لكن اريد اكد عليه الى خصوصية عادة هالآية الكريمة يجيبوها فيهما فاكهة ونخل ورمان سورة الرحمن في الجنتين فيهما فاكهة زين ونخل ورمان الرمان فاكهة الايه قالت فيهما فاكهه، ليش قالت ورمان؟ يفترض ان الرمان له خصوصيه لهذا الايه الكريمه جابته خصصته خصصته بالذكر. فعلا هو الرمان بالمناسبه أم شوي نسولف عن الرمان وارد في الروايات ان في كل من ضمن الروايات المذكوره ان في كل رمانةٍ حبة من الجنة فالإنسان لما يأكل الرمان خلي يأكلها كلها لا يخلي وياه واحد ثاني يأكل إذا ذاك قال له رمانة كبيرة أنا وياك يقول له أخذ أخذ لك وحدة ثانية هاي موجودة أكلها رمانتي لا تقيسها خليني أكلها وهذا مو بخلا مو بخلا برمانتي لا اريد هذه الحبه انا ما ادري اي حبه فيهم حبه الجنه اريد ان اكلها كلها حتى حبه الجنه اكلها لا يشرك الانسان في الرمان لحبه فيه من الجنان زين بعد ايضا روايه بهالمضمون انه الرمان نعمل طعام نعمل طعام نعمل فاكهه يأكله الجائع فيشبع نعم سيد الفواكه سيد الفواكه يأكله الجائع فيشبع لو واحد جوعان ياكل رمان يشبع ويأكله الشبعان فيمرأ يعني يصير مريء نقول فكلوه هنيئا مريئا ما ينام على قلبه باصطلاحنا وسيد الفواكه الرمان ياكله الجائع والشبعان زين بعد ما دام سولفنا هاي روايات احنا ما قعد نحشي قصص اساطير هذه روايات وارد من أك من اكل رمانه نورت قلبه أربعين صباحا من أكل رمانة على الريق يوم الجمعة على الريق يعني بعد لا شارب ولا ماكل شيء ثاني ومن أكل رمانتين نورت قلبه ثمانين يوما ومن أكل ثلاثا نورت قلبه مئة وعشرين يوما وذهب الوسواس عنه من آثار أكل ثلاث رمانات صبيحة الجمعة قبل أن يأكل أو يشرب شيئا حسب هالرواية أنه يذهب بالوسواس بعض الناس عندهم وساوس باستمرار يروح عنه زين الآن هذا تخصيص بعد تعميم آه الآية الكريمة قالت حافظوا على الصلوات هذه تشمل الصلوات الواجبه والصلاة الوسطى هذه بعد تأكيد ما هي الصلاة الوسطى؟ لما نشوف التفاسير يذكرون اقوال قيل كذا قيل كذا مو خمس اقوال سته في الحقيقه هي خمس صلوات الفرائض الخمس خمسه غير المفروض خمس اقوال نسويها سته بعضهم سادس واحد يقول الصبح الثاني يقول الظهر العصر المغرب العشاء واحد يقول لا صلاه الجمعه يعني ست اقوال هذه القيلات قد صرفنا العمر في قيل وقال هذه القيلات ما تسوي شيء كل واحد هو حسب هواه يفكر يقول ها خلينا نقول صلاه الصبح ليش تقول صلاة الصبح؟ يقول لأن قبلها صلاتان ليليتان اللي هي المغرب والعشاء وعقبها صلاتان نهاريتان هما الظهر والعصر. هو اشكل رتبها شافها بهالطريقة تمشي هي لطيفة لكن شنو دليلها؟ هذا قاعد يفسر القرآن برأيه من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفرضوا واحد ثاني يقول لا هذه صلاة العشاء ليش صلاة العشاء يقول أكو قبلها صلاة مغرب ليلية وعقبها صلاة صبح نهارية صارت بالوسط وهكذا بهالطريقة جاي بيها صايغيها أما لما نجي للرواية الصحيحة رواية عن أهل البيت عليهم السلام صحيحة السند قالت الصلاة الوسطى مضمون الرواية صلاة الظهر وهي أول صلاة فُرِضت أول صلاة فُرِضت صلاة الظهر تذكرون قبل ليلتين ثلاثة قرأنا الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر الايه بدات بالظهر اقم الصلاه لدلوك الشمس ما قالت اقم الصلاه عند الفجر ثم مثلا الظهر ثم المغرب اول شيء الظهر اول صلاه فرضت هي صلاه الظهر او كلمه الوسطى هنا ليش سموها وسطى اما قيل لانها في وسط النهار احتمال واحتمال ثاني لا الوسطى مو بمعنى الوسط بمعنى المثلى المهمة الأهم في سورة نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون تجي قضية دولة أصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين ان على حرثكم ان كنتم صارمين اجوا المهم شافوا الجنه رايحه محترقه جنتهم فتندموا هم ليش كانوا رايحين؟ كانوا شي يفكرون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين فيها رواية أو قضية أنه هاي كان عندهم بستان قال أبوهم كبير جنة القرآن يسميه جنة كان أبوهم كريم يعطي للفقراء والمساكين هذولا مو عاجبهم أولاده أنه أبونا ليش يوزع هالشكل؟ يخليها إلنا ترى هي موجودة إلى اليوم بعض الأولاد إذا شاف أبوه يعطي يمين شمال يقول ليش يوزع؟ شو يخصك أنت؟ فلوسه؟ يقول لا خلي خليها إنه إحنا ورثته هو ما صاير وارث بعده يمكن يصير موروث يمكن يموت قبل أبوه شلون عرفت أبوك يموت قبلك؟ المهم قال أوسطهم الآية تقول قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ مو قلت لكم هذا منو أوسطهم؟ الآية تقول أوسطهم الرواية تقول أصغرهم هذا بالعمر ما كان وسط هذا أصغر واحد فيهم لكن يفتهم وخير قال أنا قلت لكم لا تسوون هالشكل الآية عبرت عنا بكلمة أوسطهم يعني أفضلهم أحسنهم هنا الايه الكريمه حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى ممكن تكون كلمه الوسطى هنا مو بمعنى الوسط اللي اكو يمين وشمال لا وسط بمعنى الوسطى يعني المثلى الصلاه الاهم الان ممكن واحد يسال يعني يقول يعني صلاه الظهر اهم من صلاه الصبح يمكن مش مدرينا الآية قاعد هالشكل تقول والرواية الصحيحة قاعدة تقول الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر إذا واحد يحافظ عليها أكثر من غيرها السؤال أنه الناس عادة الظهر صاحين مو نايمين فلما جاء الأمر بالمحافظة على صلاة الظهر آه مع أنه مثلا صلاة الصبح غالبا الناس نايمة غالبا هالشكل الجواب اولا ما ندري هي قد يكون هي بذاتها فيها فرد فضل نحن لا نعرف لا نعرفه ثانيا اللي يلاحظ خارجا مع ان الناس صاحيه ظهر لكن كثير منهم ربما الاغلبيه مشغولين لو بدكاكينهم لو بالوظيفه لو بغيرها يقول بعدين بالوحدة بالثنتين نروح البيت ونصلي ما يحافظ عليها غالبا هالشكل وقت شغل وقت عمل زين الشغلة الثالثة القضية الثالثة الموجودة في الآية الكريمة وقوموا لله قانتين شنو يعني وقوموا لله قانتين بعض العلماء قايل إيه هذا الجزء من الايه يدل على وجوب القيام في الصلاه الانسان من يصلي لازم يوقف الصلاه فيها واجبات واجزاء واحد من واجباتها القيام والقيام اربعه اقسام هناك قيامان ركنان وقيامان ليس بركنين القيام حاله تكبيره الاحرام ركن والقيام اللي قبل الركوع المتصل بالركوع قبله هذا ركن والقيامان اللذان ليسا بركنين القيام حال القراءه من يقرا الانسان الحمد والسوره هذا واجب بس مو ركن لو فات من دون تعمد لا يخل أو القيام حال التسبيحات الأربع والقيام بعد الركوع هم واجب لازم يوقف لكن لو نسي وفاته لا يخل المهم القيام من واجبات الصلاة بعض العلماء مستدل بهالآية الكريمة قال وقوموا لله قانتين هذه الآية تدل على وجوب القيام في الصلاة بعض العلماء مراضين قايلين الايه مو بهالصدد الايه ما تريد تقول اوقفوا تريد تقول مثلا ما معناه اتجهوا الى الله سبحانه لله خلوا اتجاهكم وتوجهكم الى الله عز وجل مو مساله وقفه وقيام ممكن هذا المعنى هم ممكن حتى احنا بنستعمل بالعرف احيانا قاعد بعض الناس من يتكلم يقول شو اسمه قام يحكي فلان كان ساكت قام يحكي هو قام يعني وقف يتكلم لا ما قام هو قاعد بس هو يقول قام يتكلم قام يكتب يقول قام يكتب هو ما قام يكتب هو قاعد يكتب بس هذه كلمه تنقال على اللسان يعني صار صار بصدد هم ممكن الآية الكريمة تحتمل المعنيين لكن العالم اللي قال القيام هنا يعني قيام يعني توقف إذا سألناه ممكن يقول هذا ظاهرها أنا علي بالظاهر الآية قاعد تقول وقوموا لله قانتين ظاهرها هذا القيام إذا أريد نعطيها معنى آخر هذا يحتاج إلى قرينة سؤال الايه الكريمه تقول اذا في في الوضوء اذا قمتم الى الصلاه زين بالله ما قام قاعد يريد يصلي ما يقدر يوقف هذا ما يتوضا يعني يتوضا او يقدر يوقف يقول خلي اتوضا وانا قاعد وبعدين اقوم اي ذيك الايه الكريمه فيها قرينه فيها قرينه يعني اذا اردتم الاتيان بالصلاه أردتم القيام بس هنا الآية الكريمة فيها شكل قرينة لا تقول وقوموا لله أي أي هذه هم شغلة أخرى هاي رابعة نقدر نقول وقوموا لله وشلون تقومون بحالة خشوع بحالة تضرع وتذلل يعني أربعة أشياء الآية بينت آه حافظوا على الصلوات هاي وحدة وخصوصا الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أربعة أحكام وصلى الله على محمد وآله